بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كما قيل وبغل تضبات يسديدات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين قوس وجري، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. وحباب هي وحقفك مسافرك أوران لها إذا ركب مركو قاديدك أكرا إلى سفر سعودال إلى سفر الحج حجك سعودال كيسة إيا وغيري وحن حجك إن عمري سفر كلاب قفك مسافرك مركو نفك قاديدك أكرا أما قاريك سيب أكرا أما ديارد أكرا وحو أوران لها يكد عيسان لها دعاء السفر. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرنا أبو الزبير محمد أن علي يعني ابن عبد الله الأزدية أخبره وحوش أرضي أبو الزبير أن ابن عمر علمهم ابن عمر إنه بري رقاسي تابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي كان إنه إذا استوى مركو كئك هذا قصق ناذه على بعيره قادد سنيف قيلة وقادد ثني خارجا إلى سفر أصوه السعودة الأبحاية سفر أبحاية كبر ثلاثا صدح جربه الله أكبر أورنجر صدح قور يو الله أكبر الله أكبر الله أكبر نبي أورنجر ومركو نيفك كفر يستدبر كيسا كوري وكورو نبي عليه الصلاة والسلام أما قايدك وقصر ناضو إذن كنا هذا مكاد قاري كفر يستان كرسي كيسا أما ديارة كرسي كيسا الله إذن كرباه. ثم قال مركاس نبي أورنجر بعد التكبير سبحان الذي وحان نسان عيبكه فني نقائس الذي إبها سخر لنا نوفذ أننا نوسخر نوع عبيدي هذا قاديد كان ينيف كان قيلة وما كنا مانا أهين له أي للدابة مقرنين كوا أود أما درقي كرة مقرنين أي مطيقين أو قاهرين لوضع معنا أضوء اللوب بدانيا كوا قصب كرة أو درقين كرة هدوس رب النوف سخرين ورب النوع عبيدينين قيلة أود سواء ركتين طمير رضو واركتين فرضو واركتين إلهي بينو سخرين مذيين وحانو أن لودين كرة معها وما كنا له ما ننهين قاديد كان السقا مقرن كوا أبودا أما درقيك وقصب كرادا ربي وصنوف الضين وإنا نون إلى ربنا الله حق إسان لمنقلبون أقدوم الدنايو السقا الله لمضان دونا قيري يوحي لها المال. اللهم إنا نسألك الله وحنك ويديسانينا في سفرنا هذا سعودال كان يسفر كان البر سما فلبان كويديسانو إنا أنت سفر كان أي أن إحسان بدن يطاع على النماد البر أي أي الطاعة والإحسان إيه والتقوى الله كعبس بأنك ويديسان سفر معسيو الله سفر كأيها كدقين سفر إلهي لغو عابده وقال الله كعبسده وطاع عبدا لغو شقيست الله كدقوه وما العمل عمل كحقي سربي وحان كويديسان ما ترضى عمل رالي كتاي وحان وقبنا إننا وحان رالي كتاي الله كدق. اللهم هون علينا سفرنا هذا إله سفر كان كان نوفوذه نوسخر وطوي الضوب عنا أن بعده فغاشي سان نقطب مسافة يباحدا كالفق إيضادكو أي وندوه قو أي مكلا فيريو أما الله يقانب الله نوطب صدرتيت دعا ذا سوى مهم وطوي عنا بعده إله دير كيسية مسافة دير كذا الله نقطب وي هوا ديراتي إله سبحانه الله نوفو ذي وضادا مسافر بان نقاديك وي وضادا أيضا دير هدادا دال بضان إيا صدادا بضان كلاكل مين إشيدا بضان كلاكل مين way ku gaabnaanays hadii kala gaarisba wax lagaaga dhigay imtixaan wad maalmo dhaxda ku sii jiri. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fi al-ahl. Allahumma anta as-sahibu allahu ada wehelka noo'a fi as-safar su'daalka ahadka wehelka saahibka noo nala jiray garabka anaga taagan waa adiga wal khalifatu kalagaga soo tagayna waa adiga fi al-ahl reerki allahu reerkan adaan kugu soo dhaafnay intaan jidkii wadada socona adaan noo'a maciin iyo gacal noo'a wey وليس من أسماء الله الصاحب ولا الخليفة معايا لو وصفي ما كاسم آن وباب الأوصاف أوسع من باب الأسماء في كتاب في العقائد واتلص عوتان إلهي مركض لتلمامي وحبانه مذنيا لغو تلمامي كرا أما وارد هالنقضو أما يوسن وارد نقول إنه معنى معقول هالنقضو لكن أسماء أيضا حسنا إني نغطال شرديا يو وإن نسؤ كي ماده مركض وليس من أسماء الله الصاحب ولا الخليفة ومن باب التوصيف بلغة جدال لم باب التسمية والأسماء. اللهم إنا نعوذ بك الله وحنو كاما قال من وعثاء السفر
سفر كشددي سيدبكيسة وعثاوى من الوعثي وعثي أسلكيسنا والوحل نوبضة الوحل قالوا إن لسعون كريم بالليل هذا وحكروا وعثي الليل هذا لك 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 بعاتك له أي لقتي أدنك تيم بنايا حقنا أن لسعون كريم واجد مركو حلو استعمالي وحول البوم الشقية شدية الرفاضية الربقة طيب لك أسل كيس وعثه وديدك كلقا يدي قضى كلقا يسوي أما وابعاتك الله لقى ليس من لقص عن كريم بأسل أها كدبنو حلو استعمالي وحول البوم لقل لقو أكو دباتي اللهم إنا نعوذ بك اللهم إني أعوذ بك الله حكاما قلهي من وعثاء السفر سفر كشددي سيد لبكيسة وكآبة المنظر وحان كام مغان قروك لي دايما مروكتت دايما مروكتت كآبض وحزنك حزنك تيران يضا والبهارك ايو مروكتو ايو تيران يضا منظر كنو ميش اللي ايقي يام ايشو قبنيس ومحاي الهو دانسون نغضو اما ميش ان اسعود آن تاقو اما انسو اللابتو ايشو يدو وحي كنحراي تسم بلو جيدا هذا صفر كم مغنى دهر الكتما دو دعد الراء عرطيو اسكورسيا كان نقضي اسلانتيو خربنتي وحي هانتي اتكتكتو قبتي حالات ما هذا كنت الشنين نضي كارتي مادو وان حدين استروبك وقلو فنكرا وانناكو استايكرا واتقانا صومالي جليع هذا كآبة المنظر سيداوي كآبة المنظر اللي حدد بان كامان قال اما ضيمان حدد اما وحلقا نحو انا انضيون اشا اللي حلو طيب اما اني غبا ان نقضوا الكبودان يشور ما حتى اوصل لمت لا يداه هو ما كو دعي سفرك واغد واد ايداي ما حد كدونت ميله ما كو جيي طيب الله وحان كلو كام ان غلى وسوء المنقلب سو نقش حن بان كام ان غلى قول درن الله سو لابط منقلب كو والرجوع سو نقض بلوجا اما مكان الرجوع اما قاب كلو سو لابطي طيب وسوء المنقلب اي وسوء المرجع معنى دو وا مخاي سو غدون خنبا الله كان ما انغلى سو نقوش خنبا الله كان ما انغلى وا مخاي دي وين اد ميشي كسو غول دريسوتو او جديد الله ان سو هيلين وخاد او تيميد اد اد ان لا سو كلمن خير ادن كلا سو كلمن اما سو نقود كدنبي لوو شيغ ريركي ان افكاغا دنبيس والقلب غبي ودنه سين ويدو في المال مالك حقيزه يو الأهل أهل كبا مركز النقوش حن بالله كام مجن قالوا إجا قبس ترير كي يج هنتدي بقى وإذا رجع مركز النبي قرر وسيس سعدان وورنشر الدعاء ده وكل دعاء سنشر مركز وسيس سعده وإذا رجع قالهن مركز صلى ابتنا النبي قصي ده وورنشر وزاد فيهن مركز دم النبي قصي النقوني إجدون كوسوي هاي وحو كدر يجري آيبون جمع آيب أي راجعون آيبون كو سو لابتي بانو سفر كا سو لابتي الله نو سو لابتي تائبون جمع تائب من الذنب آيبون من السفر تائبون من الذنب كو الله توبت كاني بانو الله سو نقدي عابدون الهي عابد لربنا حامد اي حامد لربنا كو الهي عابد ربكم نكم هادنا يانو نهي ما دام نبدنا ان كو تغني نبدنا ان كو سو نقوني كآبة المدر الهي نغا كوريي سوء المنقلب في المال والأهل حدثني زهير بن حرب ودعاء ذو القيمة هل حفظي عرضها هل حفظي هل قد دعيسته دعاء السفر حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم بن سليمان الأحول عن عبد الله بن سرجس المزني رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر نبي مركو السفر وحوها يتعوذ كي الله كما قال من وعثاء السفر سفر كدباتديسي شدديسا وكآبة المنقلب فران واحد صومبرتين سوء المنقلب بعد صومبرتين رواية دي حديث كوري باب كشيخ وقبل من حديث ابن عمر وكآبة المنقلب سوء نقش مركتد ما الله كان من قالي والحور دبو نقش دبو قرش الله كان من قال بعد الكون بعد الكمال بعد الكون رواية حاس عاصم يدو حوي الكون بالنون لآخريه رواية الجماعة والحور بعد الكور من كار العمامة إذا لفها على رأسه مكاد عماد الضوبط أيا كور كالليل هذا
inaguna af Soomaaliga way noqana naqaan gabdho markay si fiican taytimaha u feeran oo shanleeyaan oo masar fiican ku geejiyaan oo si fiican u gambaysato heblo way ka waratay ba la ilaada kowrashadu waa maxay waa kowrki iyo cumadi masarkii la duubahay oo wax kala ma ay gabdhuhu duubahayeen khimaarka والحور أي الرجوع حارة إذا نقص والي هذا وإذا رجع لبضبا حارة مركا نقصنا وين نقطة رجعنا وين نقطة الله ودبو نقشو يبدو قرشان كاما قال لي بعد الكون انت رميسترين كت ميل السر انت نقارن إنا دبو نقن الله كاما قال لي دينك انتو نوب حسمي نقول إيو قرقر الله كنا الله إنا دب inaan hazimi iyo dulle allah la kunaan ka magan galay taaco intaan ku aan ilaahay noo furay macsiinaan ku noqonaan ka magan galay iimaan intaan u helay inaan gaalima ku noqonaan ka magan galay wax walba xun ina dib ugu noqoto haddii koor ka badbaaday ayaa al hawr ba'da al kawn laydaada waxaan kaloo ka magan galay al hawr dib uu noqosh ama noqsaan baan ka magan galay ba'da al kawn dhamaystir kadib ama ba'da ta'ati baan ka magan galay ودعوة المظلوم وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم ودعوة المظلوم وحن كان ما قال لي نين لدلمي هباركي نين لقاقر دراني ولا دلمي هباركي ما الله كان ما قال وامحي الله ظلم بان كان ما قال لي لأنه مظلوم كورمو حبارة قف كورمو حبارة ما كان الظلمي إذن هبارك محاكيني دلمي قاكيني مركي إله ظلمي بان كان ما قال لي طيب حتى هذا نقدر عنا متكلم دلمي هبارك سألوا نقدر مري تامده كرم حي إلى النبي قال شيء دعوة المظلومين أي تاي مستجابة ولو كان كافرا ولو كان كافرا مركوا إطلاق اللازم وإرادة الملزوم من ودعوة المظلوم كل دلمي هبارك يبان الله كام قال وحمر ريبه هذا دونها بصوت ضاهي كي أنتم مركو كفر استكباب بإيوي وسوء المنظر ضيمو فالحمد بن كام قال ان حد في الاهل ان حد انت في الاهل اهلك قده سي والمال اهلك وحان فعين ان كو اركو يا هنتدو ان كو اركو وحان فعينين ان الله كام قال وحدثنا يحيى بن يحيى وزيد بن حرب جميعا عن ابي معاويه محمد بن خازم وحدثني حامد عفو بن عمر الثقفي حدثنا عبد الواحد بن زياد كلاهما لبدا ابي معاويه عبد الواحد عن عاصم ودران صومرتين الاحول بهذا الاسناد مثله سند كان يكتبين حديث كورات صومرتين وكالي غيرها سيشان في حديث عبد الواحد وحاكجره في المال والاهل في المال والاهل ايا كوي من روايه روحيه في الاهل والمال في الاهل والمال بعيد روايه عبد الواحد انه حرم رسم مالك في المال والاهل وفي روايه محمد بن خازم وابو معاويه وحكجر قال عبد الله بن سرجس وحوي المكو حديثك ورني يبدا بالاهل نبو مركو صون نقونيو وحكب الله كب الله بجري بالاهل اذا رجع بالاهل اذا رجع بالاهل اذا رجع على سوق بصدق لي وحيد وحلو جيدا وصلانته نبو مركو صون لابتو وحاوه ري وكب الله بن رير كيس السلام اي اهي مركو السلام كذب ايو دنيه سكال قبسن شري رويلس نو حباب ديدا يا حديث وحو بدين نو مركو سو غلو مسجد كو بلاب جري مركو سفر كسو غلو المسجد النبوي ونبغو تغي جري ركعتين بي كو توكن جري كدي مركي صحابه دي ددكه واوين مسلمين تو يمادان السلام على النبي الله اركو مركا غريس ادي جري مركا دنبه و نوقدانا قفكو او هورين و ارك النبي او جيلا فاطمه يحيى غريس هذا فاطمه بنت محمد ايو سلام جري ايضا مركو سلام حالته اوغادو ايو هوينك سال جرنا صبن عليه الصلاه والسلام هذا هو الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم مركو حا صح ان لا يراهو نبي كله بدل جري مركو رو سي سودنا و هو بالله بجري و هو مرنيا مالك مالك وكا وسوء المنظر في المال والاهل في المال والاهل سو نقط كان و هو مرن هيا اهلك معناها صار مدين الرؤيا لكن لابد تفسير بقى والله شيء من الصلاه من الدعاء لينيتها يبدا بالاهل اهلك كب بالله بجي اذا رجع حق ذكرك الشيطان كاهلك النبي كب بالله بجري قبل المال يا ما هي صلاه امرك وسنه صلاه اهو رئيس اهلك كب بالله بجري بعدها امتك له سلام جري وفي رواياتهما جميعا
رواية عبد الواحد محمد خازم وحاكوجي راسي وذجرة اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر انت وهو ذا قام وهي انت كلام بيسوق خلافا دعوين بضم بقيمت صفر كي أذكاء يهوليس كتاب الأذكار للنووي وهذا فافاسا كآخرية أصون هذا وذلك الشارح ومركو منو شرح ينوع حالي طيب مركا دعادنا هلا حفظيه باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره وبابي هاي وحو أوران لها قفك مسلم كأمركو كسر لابتو سفر حج إيه وحل مذا سفره رنبا أولوجي ذا حدثنا أبوكم نبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحدثنا عبيد الله بن سعيد بن يحيى ليشكري واللفظ له منها ان شيخ الناسق اسكله حدثنا يحيى وهو القطان يحيى سعيد القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الجيوش جمع جيش نبي مركو عيدمها كسو لابت عيدمها بحي علوز علوز بحي نبي مركو سور رغم سو نقوني او السرايا اما الدولان يرجمع سريه دولان ير نبي ودري ادو كسو نقوني اما اسق بصرير ولا سعودي اما عيدا بدو كسو لابت او الحج اما حج وكسو لابت او العمره عمره وكسو نقض النبي اذا قرت اوفى وكدل بحه اما اوكره على ثنيه تنشير فنقر اما تشير اما لاب وحاشيك شو شك تنبا او فدفد اما تاك فدافد بالو جمعيه فدفدكو وضل عضه هاره هاره كسكوسا ان قونا قارسي سنين دل عضيه تاج أنا كدير بفتفت كل هذا فتفتكو مرجع إنه بور هاردها هاري وكل دوين تأيو إيو إيو قوة كل دوين إذا أوفى إذا ارتفع إذا على باللوجدة مركو نبي كره أما كدل دل بحو على ثنية شير أما تاج أو فتفت هار إيو دل عض كبر ثلاثة مال سرق باللوجدة مال سر نبي مركو كره أما أكرن إيو شير كدع عايو كبر ثلاثا صدح قرب النبي تكبير سنجري وحاول ميشن تاجي سلوينا تير ديري الهي الهي بكوين هي وانت كل كيسي الله انا وحول بكوين عظمه الهي يا وين انكيسات نيدي قلبي قليسا مر والبوض لك ولانت وحوي صدرت المركه ترجرويك كوريسان يا سلانك يا كوريسان ولا ينسون يا دعاء تكبيرتها الله اكبر الله اكبر مركه دقيسان تصبيح بالذي قربها كان جان جرده كده جيسان يوم كانت كره يسان مرنا رب الوينين يسان سو نقط كنا رب النزه يسان تنزيه تصبيح تقديس ثم قال بعد التكبير تكبير تكذب نبو حورن شري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الملك واسكمد منك إلا قدين الله وصدقاء وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون جمع آيب وإنك صومر آيبون كوصو نقنا يا أنه صول الله بتكسو الله بتسفر كي سعودالك تائبون كو الربعون نقنا يؤتوبت كينا يا أنه طيب سفركو ميل بلغة صول نقنا توبتنا حمام بلغة صول الله بتا مناسبة كده حيث آيبون يا تائبون توبت والرجوع من المعصية إلى الطاعة ومن الكفر إلى الإيمان ومن القبيح إلى الحسن وحي أنبيض معصومين كيهن وقوني لكن أصلك توبة واسدة إياب نوام حي سفر بالكسر النقطة سفر وقطعة من العذاب عابدون ساجدون كو إلهي عابد يا النهاية وقو سجود لربنا حامدون الله نكون مهدين إياه صدق الله وعده إلهي يبوه يسيب الرمي يبوه يسوء بلنقات كيسيب إلهي نبيه نب طيب نبي صوم بلن قادين مسلمين تقولي سنة يان وهذا أتكيستان إلى أقر قارة طيب إذا مسلمين تي أهل خير كبار رمي إلهي أو أدبي يبوه يبلن قادك بلن قادي أما منافقين تو ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا بين هذه تيب رسول كوح مانا يا منافقين صدق الله الله وكدبي وعده يبوه يبلن قادي ونصر عبده ودونك سنة سقى أقر قال محمد عليه الصلاة والسلام وهزم الأحزاب في باب الدعاء مكون نبي مرهي عبودية وجعلية عبودية باب الدعاء هذا نبي مرهي إلى الربوبية شقين إسا الدعاء وعي هوستك تا فصل كالربوبية اللي هذا طيب إجابة يدوب دعاء إجابة أن أجي نوحي هوستك تا باب الربوبية هوستك تا دعاء حق أحد كلا لا هذا هينا وباب الألوهية
مركا لبدا باب كليين فعل العبد ومن باب الألوهية فعل الرب أو إجابة أنا ومن باب الربوبية صدرت بقى قال هذا لقى أقبل الدعاء مركا مضطرين إبليس بقى لقى أقبل ظالم كان لقى أقبل مركا قركوت أحد والب هذه إبليس بقى لقى أقبل إيه أما يجيب المضطر إذا دعاه إله مكلا قادم مسلم إيه يا قال وما دعاء الكافر إلا في الضلال ومحي عبادة لوجهة عبادة الكافرين وما ها قعمت هاجد ما ها من دعائه يكذب وندسي الرب الله سيء أولاد الله سيء عافمات الله سيء أمال الله سيء وقال المسلم بأدون كأي وقول دقيه هنا عرب دق الله له تاسي ولا جود السمية هاي ومن باب الربوبية مدول بنا أدون ربي وهي قهرا طوعا أو كرها لكن مدى حاجة عضونك كي إيمان يسي عبادة قال لقى أقبل ما إلا إيمان يتوحي لقى هلو ونصر عبده أدونك سأل الله أقر قاري وهزم الأحزاب جمع حزب وحي تلوى ذا ورنب حزب لغة لي ذا كل قوم اشتركوا في أمر وإن تباعدوا في الأقطار والبلدان والأقطار وحال إلى حزب كيلي ننك تشوي أرون نروي فردي هدان سكوارا كتنا محمد أسلنا حزب راس عسير نك جوير راس كمبون هذا إيش كتلايهين حزب إسليهين قصة ما ينط كولانتان وين أتسو أركتيتي إيش كبابتي وهزم الله تبيع الأحزاب قاشان بورسك إسبايسك صوب هيسني النبي يدين كيسو كدولان وحده ألا كلجي باتبي صوح بناء آدنا وصن سبب ظاهر كجي سنين يا إلهي فارسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها إلهي بكسي داي دبيل يعيدنا إذا أركين قزوة الأحزاب اللي أُجِي ذا اللي بدن يهاي وذاذنا وحيدين عدو والبون نبيه كسور جديب والنبي أُجِي ذا من بعثته إلى مماتي عليه الصلاة والسلام وحدثنا الزهير دعانا مركه وإن حفظه سيدا اللي قد عيسته اتباعا للرسول وحدثنا الزهير بن حرب قال أحدنا إسماعيل يعني ابن علية إسماعيل بن إبراهيم المقسم ابن علية عن أيوب السختياني وحدثنا أبي عمر العدني محمد ابن يحيى عن حدثنا مع ابن عيسى القزاز بوجه ذا عن مالك بن أنس أبي عبد الله وحدثنا ابن رافع محمد رافع القشيري النسابوري قال حدثنا ابن أبي فديك محمد إسماعيل أخبرنا الضحاك بن عثمان الأسدي كلهم جماعة ذاس كلهم أيوب مالك يود بيي ضحاك كلهم عن نافع كل النافع حديث قاطع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حديث كورة صومرتين يأسون كد الوريقة هاي عبيد الله عبيد الله عبيد الله عن نافع وصومرتين هنا نوام حي كلهم وضحاك يو نكل يا مالك يا أيوب منا وحي متابعين ولا تذكروا عبيد الله يا إلا سيش إلا حديث أيوب حديث كأيوب مويين فإن فيه التكبير مرتين أيوب أسوق الله وقرب تكبيرته كبر ثلاث مشاهد كبر مرتين بأسوق الشيخي وحدث زوج بن حرب قال أحدنا إسماعيل بن علي عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي قال وحوري يحيى قال أنس رضي الله تعالى عنه أقبلنا مع النبي نبي قال لص ونقني أقبلنا مع النبي أي قدمنا من سفر مع النبي بلا قوضة نبي محمد بن سفر كلص ولا بني سفر بانو كص وقلي أقبلنا مع النبي نبي نجرين كسان وسوق قابلون ضل كان يجي سواء ننتن طلعت ككنمد أنا أنيق أنا سه يو أبو طلحة الأنصاري أذيركي ومسلم زوج كيدي زيد بن سهل لوالي سحاب مقعيس ومشهور بكنيته أما اسمه وزيد بن سهل وصفيتنا رديفة على ناقته صفية بنت حيينة وحاسك النبي قال هينا أي لفن قشنتاي هاشا ونبي قوتي هاشو نبي قصارا إيه لا صارا يدو من لقايد التنيس ضل حقيقي أنسنا أيونا قوني بأسعودي حتى إذا كنا بظهر المدينة مركان مرة ينونسو قاني مدينة دولات كيدي حتى إذا كنا مركان وآن بظهر المدينة مدينة دولات كيدي ونسو دونا 8 كيلومتر ميلهاس شن ميل بالغوشيغا ورواذا كلا كوغاري دونا قانا بحور آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل موسى كزل صوبانه مدينين ويصوبانه يقول ذلك أرغين أوليه حتى قدمنا المدينة إلى مدينة أسوق الله دعاء أسوى النبي كوع العلن هاي آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى أم مدينة أسوق الله ونبي دعاء وذي نبي ذكر بالله سبحانه وتعالى بوأها
وحدثنا حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر مفضل لاحق الرقاشي أو الرقاش عفوا حدثنا يحيى بن أبي إسحاق الحضر مع أنس ملك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هذه قد مر زين ومركب بشر وحم متابعين وذات كيوريها إسماعيل ابن علي باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة وحباب التعريس إلا الدقول لغفرته بذي الحليفة ماشا الليل هذا ماشا ذات كحرمتنا ميقاتك المدينة أدو إن لغفرته هذه حقا ما كان لغيمات إيا حدي حقا مدينة لغيمات التعريس أسل كيسو والنزول في آخر الليل هبينك نسكي صدن بينها الدقته وما الكفرة الليل هذا مركا تعريس كواسدة أسل كيسو قل يا وحيد المية والنزول سواء كان في ليل أو نهار لكن المشهور عند اللغويين والنزول في آخر الليل لكن هبينك انت الله صغوري اللي دالو نستن بلا قارو أو ميل غداتو أي تعريس كالليل هذا التعريس اللي غفرتو صفر كسعودة بذي الحليفة اللي غفرتو اللي دقو والصلاة بها اللي قلت كدو إذا صدر مركو كسو في الروح من الحج حج أو العمرة مركو العمرة كتي ما دو أما حج كتي ما دو أصو سعود المدينة وكالي أضو هاد الملك لو سعود ما ريسيد المكتة ضد مرتا لقاها الله هي. حد نبي يزيد يجري حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ وحواش جوئي أمفريسي ارتقيسي بالبطحاء ماشي دحدة هيدي وادي عقيق ومريي وذا الحليفاء التي بطحاء البطحاء الحصباء ماشي التموح يقرر راح ينسك له أيال اللي هذا التي تصب بذو الحليفة كنت هالي لا تدحي ذي قال هذا النبي قد دعي لا تدحي الحليفة فصلى بها بطحة بكت كذا ماشي واسع عيدة بيمرين كذا تشيل عسنا يد النبي كت كذا وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك عبد الله بن عمر رسيده سوسون يري جري والنبي هو شاسي كجد دين جرى عليه الصلاة والسلام وحدثني محمد رمح بن هاجر المصري أخبرنا الليث بن سعد وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال قتيبة حدثنا الليث بن سعد أخبرنا موسى النووي عن نافع عن ابن قال وحول كان ابن عمر ابن عمر وحوها ينيخ بالبطحاء ينيخ البعيرة أو الناقة هشو فريسين شري أما تون شري بالبطحاء ماشى دحدا أما قالها الذي بطحاء التي بطحاء بذي الحليفة كتها له ماشى ذي الحليفة التي تاسو كان رسول الله رسول كيوها ينيخ كي فريسيا أما كفرتا أما تو يجيليسي أو رتيسا بها أيضا ويصلي بها وأنا كنت كنجر نكو كفرتا كذب أي ماشى كنت كنجر صوبنا عليه الصلاة والسلام وحيله ووادي مبارك وكل سويدي ما لنكر نبي وسعد وحجنا يي وكل يصلي في هذا الوادي فإنه وادي مبارك طيب وكنت كذا نبي ما قد نبوك مركد نبوك عرب وقدور كنت كذا كذب وحدثنا محمد إسحاق المسيبي حدثني أنس يعني من عياض الليثي أبو موسى عفوا أبو ضمرة عن موسى بن عقبة الأسدي عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة مركة موسى بن عقبة هذا ومتابعين يوداد كوري الليث ابن سعد المصري الفهمي أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر مركو كفله مسادر ماشى لقي المصدر النحو معه مسادر توا ماشى وحلقي اشتغاق يلقى كيني ماشى لقي سفله مصدر كالليل هذا إذا صدر من الحج حج مركو كسوف النبي وكسر دقاقه أو العمر عفوا من عمر بن عمر بن رباه أناخ بالبطحاء ماشى قالها أي كفر انشري أما الدحدة هو سي بيمرينكا قاله بيمرينكا كدوين كلون واقب تير كوري ديرتو كبح هذا قيل وسبعن وداقه ماشى بيمرينكا هو سنة وانت بدون حين قلت ميل دلاع لكن ماشى بيكوير دلاع كوير دعان أي أنت بدون تلع سنة بعد كي تموح وفريسته أناخ بالبطحاء بفريسيي التي تاسو بذي الحليفة ايد بكفر ارتقيس وكوئي اناخ البعيرة فبركة لها بركة فعل كواتكين لكن وحو السمائي اذيكتو انت هذه فريسنتادو واناخ اللي لها ايو ينيخو لكن فلك ارتقو من نيف قيل السمائن هاي بروكو هي فبركة ماذا يزيد اناخ فناخ ديه ميسد ناخ ما أورنيس أسيب فريد فبركوي طيب
التي كان ينوق بها رسول الله أو رسولك إلهي ونفق قيل أفريسين جريد قيل كيسة عبد الله بن عمر حبد دبتها قيل هاي إن فلك يتاكدي يتلاوذ النبي وقاذي يبو الرباس وقمنا إنه وقاذه أوشان آدي أدبو وغم منا. وحدثنا أحمد العباد ابن الزبريقان المكي حدثنا حاتم وهو إسماعيل المدني نك حديث الدراء صور إن هيو حديث جابر الدراء حديث حجة النبي كما رواها جابر عن موسى وابن عقبة موسى بن عقبة نمك الرأي عقبة صدق أنك أقوي راوي أنك صوم بين دوس عمر إبراهيم بن عقبة محمد بن عقبة يا موسى بن عقبة صاحب المغازي وأكثر الإخوة حديثا وأضعفهم وروايات سق وحديث بدن وأنا صاحب المغازي لكن لابد ويله وعليه إبراهيم بن عقبة يا محمد با حق كثقيسا سوى حافظ ثقه لكن ولا قمر قويه ولا قمر قويه انا سو مر محمد با وينا ابراهيم با كخغه موسى اوغو يرا رغ وكلهم ثقات عند اهل الحديث كلهم ثقات لكن الافضليه لها الله هي عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي نبي الله يمت جبريل با ويناته اتاني ات من ربي وكان النبي عليه الصلاه والسلام فقال لي صل في هذا الوادي فانه مبارك أتاني آت من ربي أوتي النبي قال له يمد أوتي أوتي أدات الأرض يرمد دحوه ولا سيوي أعطي نقنس أعطي كان نقن مركب أوتي وإن اعتماد من الإتيان لا من الإيتاء فرق من الإتيان إيتاء فرق بأول دحي أوتي والنبي قال له يمد عليه الصلاة والسلام في معرس مشو كفرتي مكانه تعريس قبط كفرتي أود دجاسو وتشوجا بدل عليه في كويا لي يا لوي فقير لو حلويلي إنك أذينا إنك أذينا محمدو ببطحاء دحبة جوكتا يا مال قلاء يا الله قديه مباركة إلا بركيي مال عن إلهي الرسول كيس بركة كل شيء إلا بركة استوى بدعو وأنا الدين الآن وأنا إسكا إلهي. وحدثنا محمد بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج لفظ كان سيجد دوننا سريج بإسكالي قال وحيدا لبدا وذات. حدثنا إسماعيل بن جعفر محمد بن جعفر والكي وإسماعيل بن جعفر من كثير الزرق الإنساري أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي نبي قال له يمد وهو في معرس يأسقه تشوغا ميشو كفر تأو الدقي من ذو الحليفة كمد أهيد أمام معرس وراء أهيد في بطن الوادي ولو تقى قاله سنبي أتشوغا يدحدي سيأما بيركسي بوكس فقيل وحال لي انك ببطحاء مباركه حد جوكتا ميل بركه سمبا جوكتاي كتكو. قال موسى بن عقبه وحول صاحب المغازي وقد اناخ بنا سالم سالم بواجد بتصير دديس ماشي ونبي كفر انشري اما ابي عبد الله بن عمر وكفر انشري وحول لي وقد أناخ بنا سالم سالم با أورتي يقول نو الرمية نو فريسي عفوا بعيرا ورتقيسي بالمناخي ماشو نبي كفرتي ارتقيسي وفريسي طيب من المسجد أي من عند المسجد سيوح لو فهم ماشي نبي عليه الصلاة والسلام هبينك وكفرتي ايو نبي قد دقي ايو كتو كذي مسجد با لغادسي ميل كدو ميل كدو ايام مسجد لغادسي ماشو النبي كنت كذي أو دجا ملك سقيس أيام مسجد لقديس ملك سقيس مسجد قبل الذي سونا كو آدم تاي ماشو النبي وابين قاد دجا أو كنت كذي مسجد قبل الذي كو آدم تاي مسجد ك هي قبله كعبلا مل بحراء أيين كنت الله ماشو النبي كنت كذي ألمين قبل قدوة محي ماشو النبي كنت كذي أو دجا مسجد كمادس نو أنت أسر بعضين وكوش حموسة ابن عقب محونيل وقد أناخ بنا سالم سالم با أورطاني قيراني فريسي وكفري بالمناخ مكان فريسي من المسجد عند المسجد مسجد تيس آهد الذي مسجد كاسو كان هو عبد الله ينوخ به وفريسي جرى أورتيس يتحرى سوى كد ذالي عبد الله معرس رسول الله رسولك إلهي مكان فريسي سوى أورطو فريسي وهو معرس كنبي محمد مش نبي كفرتي معرس يسو أسفلوا وقهوا سيا من المسجد الذي ببطن الواد الذي بني هناك بعد الرسول له مش نبي وهابين كفرتي وكتو كذي
ويكوهوسيسا مست كوهوس بكجرت ما كان لاقت صار لو قادو حقه سجرتا مسدونا كربو جرا كسو قادين لاقت سيدنا سعودي مسجد كمشو قالا غديسي قبلتنا وا حقه مشو نبي وكفرتنا وا هلكان وكله طيب هلكان وكله سيدك واكا فرادو سو سكون هلكان وكله مسجد كان نبي اوغين غلاشي بالا ديس وهو معرس كنان محمد ميشو نبي كفر تي أسفل وكهو سيا من المسجد الذي بمدن الواد مسجد كوية الله لاك تقوده هيدا بينه وبين القبلة بينه أي معرس رسول الله بينه بين المسجد وبين القبلة كعبد ودحية مسجد كنان محمد يعني معرس كنان محمد مرة نبي ميشو وهبيك كفر تي كتك كذي مسجد وحود حيسا كعبد ودحية ساوي وسط اي متوسطا من ذلك اصور احد حيسن ايو كعبده يمسن لا ديس دخدو كو يالا ميمد وحو ويقان في ان انت وفانتين بيلتاي او مسجدكي لا ديسن بي غداشي ايو غوبتو نبي كو توكد وا كلا دوين مسجد وا هلكن او كلي غوبتو نبي غن وا هلكن او كلي كعبدن حقن كا جيرتا حق هوسي وادغو قلقلو ياد او دقاق ما كا ربتو برتي نبي كو توكن اد كو توكتو مسجد كان سكول لغوين ميس هذا ما والله قرن هاي هو لغو دالي مسجد كان سكيتو للحوية دو مسكيتو كان صعب وين صومرا قد يدى مركا تبرك مركا آثارة النبي يام كندا هولاس سيدة سكوو خلافين سالف كي صحابته إيو ما هو الصواب في ذلك وين صومرا باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر انت يرتا انه قدر إن شاء الله حدثني وحبابي هاي لا يحج بالبيت مشرك لا يحج البيت مشرك بيتك إلهي إنسان مشرك سو حجي كر إيمان كريم مشركين بعض بطقة مشركين بعض طقة هلا جاي بالنسبة للمشركين تتجيس إن الملايين نقط هذا تجيس طيب سكوا هذا لا يحج البيت مشرك مشرك واجو راسو مشرك شرك اسكو بواكي هور كان وا ما هو اسلام شيغني او دوب وين او كفيد وين او دن دي كر مشرك باتا ما دي كرتي هذا هذا ما لا قاوا قال وبلايا كان رئيس ولا يطوف بالبيت عريان كعبدنا كما طوافق احد قاون لما اوغلو فاحشته اي زمن جرين وي لما اوغلو يو بيان يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر والسكو قبت السلف والسكو خلافين إلا عدي مالك وياي وأنا يوم النعر وانقاد الدونا حدثنا هارون سعيد الأيلي وقال حدثنا ابن عبد الله أخبرني عمرو بن حارث المصري عن شاب الزهري عن حمام بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحدثني حرملة بن يحيى تجيب المصري أخبرني ابن عبد الله أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي أن ابن شاب الزهري أخبره وحوش جاردجس عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وقلت به عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر الصديق بايدري بعثني أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق بايدري أنا أبو هريرة في الحجة التي أمره عليها رسول الله حجك نبي محمد أسجى أميرك كدجى أبو بكر حجك سجالات صندق سجالات جل وكيل الدري نبي صندق تمرات بحجيه صندق سجالات صحابك مودري عينه وكيف كده بجيه سحابه بدن كود بتجي كديمنا قريش يا عرب أردن بالوقوسي قريش مركها دواء إنسان وتقرن إنسان عرب تمية كإيمان إذا بقايات كده كده منا يا هو شاسي لو شيء إن عن بيت كان مشرك إيمان أن إسكو إيمان إنن أحد قاون وسكو دواء فينن وحاصل لو كده تجي سورة طوبة سورة دكتي وأذان من الله ورسول الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله باتمت لو قلتك قبل حجة الوداع حجك سويته هرتي حجك النبي وقدر أبو بكر أمده قامي أميرنا ونقضه أيا وحاضر أبو بكر أبو هريرة أبو بكر وحضر سحابه كمدي أبو هريرة كمدي في راحت أي في جماعة جماعة قده يؤذنون في الناس ضغط قده كل واقع يوم النحر مالك ونروق طبنات ما يكون واقع يعني أجيزين يعني لا يحج بعد العام مشرك سنة كان دبذي سجالات مشرك مسو حجنا يو ممنوع ولا يطوف بالبيت عريان
كعبدنا كما ضوافي كروحي ما انت كدم بي احد مري قعان وقاوان وسلق سني. قال ابن شهاب حوري فكان حميد بن عبد الرحمن وحوءها تابع قاس يقول كي هذا واجد دم بي يوم النحر يوم الحج الاكبر يوم النحر وحوي هاي الحج الاكبر خلاف بدن بكجر يقول لو حد يعني الحج الاكبر وعرفه جماعه من السلف بكتب الحج الاكبر ويوم عرفه وقوفه ويد هذه لماذا نبي الحج عرفه الحج عرف قل لو حد الحج الاكبر وحج كوين عادي الحج الاصغر وعمرته القاسي لما رينا القاسي قد حيت قل لو حد الحج الاكبر وقيرانك وإن أذكو حجده تمطع أما قيران كحجده الحج الأصغر نوى إفراد كده لمن أرقى سيكون نفتين. طيب لكن سيدة الراجحة وسيدة محو سيدة أورنج التابع أورنج من أجل حديث أبي هريرة حديث كانت أبي هريرة رقتاني أبو بكر بايدري أنو جماعة الله السعودة دادكي سوى حجي سنة سيدة بمحن أشيغن يوم النحري هي. إن سنة كان وحي كدام بيا مشرك سو حجي كريم بيت كإلهين أحد قاون يسو كود وافكا ولو كان مسلما بها نقضيه ضواف لو قاين قف قاون كود واف إذن قرآن كنا محوجي دي وأذان من الله ورسوله إلى الناس هي يوم الحج الأكبر بقرآن كنا محوجي سحابي محوزمي يوم النحر أذانك بالله بي رواقي إذن سحابي وحي فصيرين وكترجميان قوله تعالى إذن حديث أبو هريرة النصب يسنكون نقنن ننكي فهمال وحكا فهمايا يوم الحج الأكبر أنه يهي يوم النحر حميد مركز أساسه من سلوة الله صباح لكن حديث أساسه مرفوعة أو صريحة بينكم من رأي في سنة أبي داود وابن ماجه كن سقال بقول أفرتني يشان ابن ماجه صدح كن كنتن يسيدين وعلقه البخاري في صحيح جازما به إثر حديث كنت طوبق أفرتني لبعض كفيرين كرتان بكون نبي قصه الله ويد ما انت وا مالنتي ونبي الله سوسو وحي بش وا بشي بلدك وا بلدك ما انت وا مالنتي ويوم النحر مركه نبي خوري يوم النحر هذا يوم الحج الاكبر بسند صحيح على شرط الشيخين ولبا ابو داود كوريا وتفيرين كرتان هذا يوم الحج الاكبر النبي قال تصريحيه وفي الباب احاديث حديث ابي بكر كجرا باب عند الطحاوي وكذلك حديث ابي هريره عند ابو داود والسنن. طيب مركا خلاف كاسو تمطع قران كو الحج الاكبر افراد كنا الحج الاصغر عمره هو الحج الاصغر الحج الاكبر نو حج كعادقه وعرفوا خلاف كاسو دون حلو سو غبغبي نص رسول الله عليه الصلاه والسلام وهل قران كان لا فهمي فعل الصحابه لا فهمي نص النبي كو عدي عليه الصلاه والسلام كذلك مركا صدر تحديث سنن علقه البخاري جازما به في صحيحه. إذن وحاكلوا ميشا مركا كجيرا ولقا قاطا ميشا أيضا إن سطر العورة أي تهي شرط لصحة الطواف وميشا قاطا جماعة من الشافعي وحاكلوا شرط يا طواف قد نهارو وحاكلوا شرط يا سطر العورة إلى هذه حيوى الله يطوف بالبيت عريا ومسألة خلاف بذكتها غني لكن واستنباط كاسوا في محله. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة وحبابي هاي حجك فضل يسأي عمرة فضل إليه ذا هاي يوم عرفة سيقوني آنيت فضل كجر إلا تلمامه. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثني ابن وهب بن عبد الله أخبرني مخرم بن بكير ابن عبد الله الأشجع عن أبيه عبد الله بكير عفوا بكير بن عبد الله قال وحور وذاتك بكيرة سمعت يونس ابن يوسف المدني يقول عن ابن مسيب المخزومي سعيد قال أسوق يريد قالت عائشة عائشة وحيت له يدين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور النبي يريد يوم عرف فضل يدبه النبي كبلا بنو عفوا مسلم كبلا بابك ما من يوم ما يوم من تطيار زايدة دي هجرتين ويهد يما دي حجازية دي بعد هجرتين ما يوم أكثر أما أكثر ما من يوم مال المجر أكثر كبدا وكبدا يهي من أن يعتق الله ربي أنه حري فيه مالك قده إيسا عبدا أدون وكحري من النار النار من يوم عرفة مالك عرفه
مالين أي كبدان تاي مالين أدون نار لغو حوريو مجر تمالين كعرف يعني مالمها أدون مدى إلهي نار تلغو حوريو لو دم دافو مالين تأغوب بدان ومالين كعرفو مالو بدان بإلهي أدون مدى نار تلغو حوريو مالو بركيسان يهبين بركيسان با لكن مالين كأغوب بدان ومالين كعرفو. طيب ما من يوم مال مجر أكثر وكب ذيها ما أكثر وكب ذيها من أن يعتق الله ربي أنه حري فيه في اليوم عبدا أدون وكحري من النار عذابك وكحري من يوم عرف مالك عرف وإنه اللوين ليبنوا سود وذا مالك عرف عشية عرفة النزول نزول الله سبحانه وتعالى سماء الدنيا وحدك كه الله يا وإنه اللوين ليبنوا سود وذا مالك عرف قلب كذا ثم يباهي وحوقفان ربي الملائكة ملائكة بهم أي بعباده أضمها تاغن موقف كعرفة تاغن الملايين تا ربي بريها يدعي سنية يا رب ملائكة كورن هيا كقد قال وطاس وإذنك لها تجعل فيها ما يفسدوي وكاس كقد قال فيقول رب حورنا يمرك وقوصها وقوصنا يا موفانها يقوليها ملائكة ما أراد هؤلاء محي دونن كوا تاغن بنك بنك عرفه تاغن قرخ اسكو دغه هيا غعمها تاغه هيا ان فريسنين اهراتو كم مودر بابا سن ما اراد هؤلاء اني اعلم من الله ما لا تعلمون ولا حق جن يا ملائكه اني اعلم ما لا تعلمون وحيد اوغين بان اوغاهي هدغدغينا اتجعل فهم يسد في ويسبك الدماء جوجيه حديث عمر وحا كو يمد انظروا الى عبادي إنه إلهي أرانيا مركو أقوسنا يا ملائكة انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا وحي إيمادا أيها بصاصا أو صاديسا أو طباليسا أشهدكم أني قد غفرت لهم ملائكة مقاتكاء هذا ضد كاميشة تاغن ودن بالعفاية ولفظك أحمد وفي حديث جابر عند البزار وابي يعلى وابن خزيمة بن حبان أصناف حديث صحيحة إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق إيه قدوم مضى يدي إلهي باسمه سكؤسه الدقائيه سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته إلهي باسمه الدقائيه إلى سماء الدنيا أسه الدقائيه دقيتان أصغر عنما وكل نزول مناسب للنازل سبب وتابع يفلق وتابع لفاعله وموصوفه طيب نزولك الله يكأنه اسم دماءها لما نضفير كره سيد الجهمي وضفيرتي عليهم لعائن الله تطرى لما أولي كره سيد أولين أشاعري معتزلوا أيون كوا أنكسوا كينين وحلو سقيا سيد السلف كوا سقين وإثبات من غير تمثيل ولا تشبيه إثبات من دون تحريف ولا تعطيل إسكا إلى ليه وشاء أيضا إلهي باشي قيا أضمي قيم حدون أيان وحي ما دن أيغو بصاصا أو كوب كبور كله ضاحين قرح سود لقايا وليبا ضاحين ضاحي وحال يا قفك أن قرأت وحبك حين لا ندير حتى كامعه ضلت مجرته مرك أن يمكن ضلت اللور ذا يسكر يا باشا مالك عرف تاجنتين إذن قرأت يا لين بحين سن حريص الرب إذن قرن مرن ضلالهم تجوجية بناك يستاك من كل فج عميق هو شاسوات فانتم بيلته ضاحين بانك قادنينا ويبنان هند الله لقات ورب نوسو هذا الله لكن هذا نصب يمد مصيبة واد قيمة بدن قرعة كل جاية من كل فج عميق مركوش هس الله يسكى إلالي عشية عرفة إله سبحانه وسود جاية كما ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير مرك ونزول إله سبحانه وتعالى ونموه أحد والبن مرك الصغى الصفات الاختيارية وأجلانية مجيء الله يوم القيامة
نزوله إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير في عشية عرفة، إتيانك الله وإيمانيه هو شصدام والأفعال الاختيارية الليلة ذا، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. استوها استوى على عرش، نزولك مجيء إتيانك كل وصفات فعلية الليلة ذا، الصفات الاختيارية اللي يقانا أما الأفعال الاختيارية وحتى لذنب وفلو إلهي السمين هيو يليق بجلاله وعظمته وانصوه إنا كالصفات والله سوغي وانا صفات سكيل لذنك أمرك يا ديدا جهمي معتزل أشاعر يا ديدا سكيل لي أمرك أشاعرنا دي ضد انتصابة وان أشاعر أهين بأجراد وغادة وإنك لقادان نسبة حقيقية هي نسبة إسك اعتبارية عوام فربغان ملايين أو صوماليات ويقول أشاعرنا أشاعرنا معها أشاعرنا ما هو هذا أشعاري صدح دنبيب لغن نقضة صدح الجريم يا أشعاري لغن نقضة صدح دنبيب مكاد الله كقشو بدأ أشعاري نقونيس دنبيبك بدأ واكي كسب الأشعري هذا هو بايدين سو شرحي دنبك الله بعضنا إثبات رؤية الله من دون جهة ولا مقابلة دنبك صدحانا وإثبات الكلام النفسي وذنوب عند السلف الصالح بل وكبائر بل وكفرية عند السلف الصالح هذا ما كان دنبي شيئا لا تاقيزان دنبي كده وقال لما الدين كان لقى قبح السلف كأمزين أصحاب الحديث أو حسن وركز كده هي أنا ودم بدم ودين تاق نائبة أصحاب الحديث وقال لما يتاقين ورك أزقا وين كنت تكفيرين منك قبي إن بطل إياك كمذا صدح لا أرمون إنك قبون بأشعري عامدا المسلمين يحرطا مكستا ملايين أشاعر النهيلة معها مركان مركز قايبين إنه وعنديك الرأي من حيث النسبة فقط من حيث النسبة وهابية أشاعر يا بدن صوماليا أشاعر بدن ما كان محابس يعني كذا كشيء كتير أنا عن حسابنا مركز التحقيق أي نسبة وطاينة وهابية لا بدن محاجرة عوامة المسلمين تواحد مئة من سنو الكسب الأشعري إثبات الكلام النفسي رؤية الله سبحانه وتعالى آخره إلا أركي من دون جهة العلو ولا مقابلة ما أمسون عربك أسوي دي كله لما قال شعرنا قوي ما يقرن هيا مركز هيا شعر كنا قنايا مركز النصب سي يشجع شد يكون محابس كأن حسابنا ويبدني لكن ما كل حقيقيه اللي ريه بالضبط بدن بعسك شكته ريه بالضبط بدن بعسك شكتون أود لانين مركز ضبط كعسك شجعنا يا أن أود لانين أن أمسون ويبدني وملايين صادرت العوام وأهل السنة يسلف كل هذا عوام المسلمين ومن أهل السنة إلا فطرة يكون تغيين سيد إله يكون أبو ري يكون إسلامين أبوه كسو قارين التوحيد كي صلاة ضوئية قانن الله حق الله إله قصر ري الله قصر ريان كل دارتي فرتو عيرك وتغيين وعلى الفطرة يكون سغيين أو شيء ندفان دان الدقور دور قرهم شاكا الله يدق قارك وخلق فهم آية مرنوا عن حسابنا هي شيخ شددك الشيخ أنه يدل حسابه أو آد أبضانية مروا تحقيق النسبة والانتساب أو ضد يرنقونية صادرت ذولي قد بأشاعره في التاريخ الإسلامي وحي آيين مينورتي بها إلى أمكان ومينورتي لأن عوام المسلمين هي ما كان نسبة الله تحقيقه أشاعر معها جهميا معها معتزلا معها قدريا معها مرجئا معها رافضا معها محيين كل مولود يولود على الفطرة التاغي يا أفوبي أنت قم بعطي بأفوبي وحن آمنتي اللو أخري آمزني كدين دكتا صاباش وكلا فاهمة وراكن اسكد هاي إذا قولي هاي وحبه ويدين ما ينه طيب سيدا صفات كان ربك سيدا يسلف أسوغا أسوغا وراك ابتردا اسكد هاي هذا النو وحبه مشو كتلع تلعسي قاد عياد بقص وقاضي أبي عبد الله المازري كل واجهمي كواس وشيغي جهمية دي
المرتبة الثالثة جميل وسط عقيبات الجهمية الخلص جهم صفيان يعيدا كيس أقول إلا صعد هذا أبو داود في مسائل وحكو كان السند سند حوق بدن من طريق إبراهيم طهمان الخراساني جهم صفوان في آخر عمره تاب من الكفر فصار سلفيا وجهم صفوان عدو الله اللدود في آخر عمره إنه توبت كير أو حسن إسلام كتمت بالسند في مسائل أبو داود لأحمد من طريق إبراهيم الطمهان تفرد به وأنين صدوقة تفرد كاسب وتفرد الجليل لكن ولا ورياه هذا ها هسوا مرجها أو حدنا هذا لكن وشي يروى بسند أنه تاب في آخر عمره كذلك ابن راوندي تاب في آخر عمري بالسوق قولي نين والبو إسواء لواقو قدام بيس يا ما يا غزالة سوق ودوش أول كلامه بي غزالي يرازي يطوضوا ويسوطا يتامها كتر كتن ما المهم درجة اللبات درجة كبات واجه من الصفان يعيدا كيس درجة اللبات هو المعتزلة يوحي لأولوك كليل أي الله المالة درجة صدح هذا الجهمية والعشاعرة يكون لابية ذوي وحاصل أنبرك أصل إليه فاسدة وحلول الحوادث اللي يكافوا بين ساسين سنة وقبح عن إسكا إلاش مركب مالين كعرف ومالين بركيسا إلهي أسود دقيو إلى سماء الدنيا الضوم والبو عرفة تاغنة لو دم بدافة هل قد على مركب مالين كأسكا هل لقى فايدش يا تفويض ما أقول ما تقول وابدعو تفويض الكيفية تفويض المعنى هو قال لهم إسكا إلالية طبعاً تفويضنا كيفية الدوان شغلنا هذا ونزولاً يليق محضو ليضا نزولاً يليق بجلاله وعظمته تفويض كينا قد أحلى تفويض آفك له الصواق مري إذا محان لين هاي معنه هو معلوم لغة وشرعا وعرفا ولا يقن أما الكيفية علم الكيفية هو فرع عن علم الذات ذاتنا ربي يمين وقرانينا مايا كيفية ما قرانيس هوش أوبحين لكن عربي على قولها الله وحلقوه فانسي معناها تكفها أنت قيمها بضان معناها ربي أوعونا ما حديث كان هذا كنت فيرين سفدنا هذا كنت حريفين إن قصك الكيف الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع أخرجه سكيل عليه هوش أيضا حدث يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن عن أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول شافعي وحوش أنت نكتن يوم عرفة يوم الجمعة كيبا فضي بضان بالسكم عن دافي هذو ني إذا إسلام تيده بلاد وحاوان ويفران تهي مالنك أوغو فضي بضان مال مهبور كذب جمعة سوقش مفور ما يسا مسئلة عرفة لقى جارة إسلام دولي وحاسكيس شافعي اسكم عن دافين وهذا وحيد هذين جمعة أصوه الرأي فرميسا محايا إلي وحد صومرتين خير يوم من طلعت فيه شبس أنه يتهي يوم الجمعة صومرتين حديث كان النبي وحيد عليه الصلاة والسلام مالين إلهي وكحرين بلين أضومها النار كحرين مجرته مالين كعرفه تامعني ذو حاوي عرفه وفد البلين حديث نبي كتب فد كتب وحلو جمعيه جمعهم مالمها أصبع أفد البدن يهي ويقم مالميزة جمعة أفد البدن سنة كم مالميزة عرف أفد البدن طيب مرقم عن يلينا نكاح والله احتياضاي إلا عرف الله قارو قبضا كفر مين هيك الدمين مين طيب أنا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة عمر الذي ما دعي العمرة كفارة وأسترد أما باب يسوي لما بينهما وحود حي وحد دم بيود حي عمرة إلى عمرة سنة كاس ولا دافاي عمرة يود دم بيزي تكحك وحود حد دم ولا دافاي والحج المبرور الحج المبرور أي بر حجك بر وفعلك المبني للمجهول بالغك هنا والحج المبرور أي المقبول حجك الله أقبلي
ليس له جزاء أبال مالها أن كاهن إلى الجنة جنة أن كاهن أبال قد أن جنة كاهن إلهي أو مصمين حتى لا أقبلها هذا حتى لا أقبل إلهي لا أدقها أو شروط دي سي أركان دي سلو أفسده والله إسكي إلالي حمانتي يا حارانتي يا بختي آدى دود لها شيء بريان دبنا ربا بالإسكي قحج هيا حق الناس ما بالإسكي قحج حق الناس حاران طيب بالإسكي قحج هيا وحدا لقل إلهي مجر وأقول ضدك المسلمين تاع عامة علماء آد بي حرام تسكي إلى لنجري هذا حرام تبغى شق النقط جامعة الله غصبها شد حرام تلا وش قيسن لها جامعة ذو مستر باب الغوقة تا الدكتور الغوقة ذا هي حفيز يا أبو الله فرن نيجا سمالو وقول حسن بوية بقى اللي وش علي وحوك الشقية وقصة تقصوا معي وحرام تعون الدية ذي يا إنه داريو وحكلام معه العمرة إلى العمرة عمري عمرة ذو كحك تبا كفارة أما عمريس إلى عمرك الله عمريس كفارة باب يسوي أما أسترتوي لما بينهما من المآثم والمعاصب اللوجيدة والحج المبرور حجك لبركي إلا أقبلي برق الوسميين ليس له جزاء إلى الجنة وحدثنا سعيد منصور وأبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزوي بن حرب أبو خيثمة النسائي قالوا جماعة وحيدة هذه أنت أنا كتني حديث كاس يوم عرف كسب سنة ينزل كربي شرح دير شخص من تيمية شرح حديث جبريل مركون مرأي أدلة ذو كنبة كم تحدنا سبعة تفسيرية كتابه ومطبوع هل مجلد مجموعة أنا وكجرا سبعة بقول سقاشن بقول أفرطني شنك آخرين شرح حديث نزول حديث النزول بقول أفرطني شن بحث قيمة بدل بكجرا وحدثنا سعيد منصور وابو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزبن حرب قالوا حدثنا سمن عيينته وحدثني محمد عبد الملك بن ابو الشوارب الاموي اكثر روايه عنه الترمذي في جامع وقرنيسان حدثنا عبد العزيز المختار الانصاري عن سويد بن صالح حا وحدثنا نمير محمد حدثنا ابي عبد الله حدثنا عبيد الله وحدثنا ابو كريب حدثنا وكيع وحدثني محمد المثنى حدثنا عبد الرحمن المهدي جميعا عن سفيان الثوري كل هؤلاء عن سمي وكوما هذه وكيع هي سهيل هي سفيان بن عيينة هي عبيد الله طيب عبيد الله بن موسى كل هؤلاء عن سمي ومولى مولى أبي بكر عبد الرحمن قرن إيسان عن أبي صالح وهذا أبي صالح السمان الذي سيري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن بمثل حديث مالك حديث مالك هذا ينودن بيي قرأت على مالك برقاس المتابعين سفيان بن عيينة وهي ماء الثوري طيب مسوى الثوري نين كان ذنبي نين كان ذنب الثوري وكيعي عبد الحميد مهدي كلاهم جميعا عن سفيان الثوري شي حسن وكيعي ماشي يمد وكيعي عبد الحميد مهدي جميعا توحوجي ذا لبض وضع ضنبوي لبض ضنبي طيب أما وحكوا نغنكر عبيد بن موسى العبسي نسوى نغنكر طيب سفيان بن عيينة ربي نسوى من رأسوك حدثنا يحيى بن يحيى وزيد بن حرب بن أبو خيثمة النسائي قال يحيى وحول أخبرنا وقال زيد وحول حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور المعتمر عن أبي حازم واسمه سلمان الأشجعي تابعي عن قاد قرنيزان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت كعبدا منك يماده من أتى هذا البيت بيت كان أصقى ننك يمادي حج كعبضاء فلم يرفض أن عن تربق شيء أما فلم يرفض أن ورح كهل رفضك لما عنه نغضاء القول الفاحش هذا الكئي ودا أن وناك سنين إن حاجي أوصا منين وكهل حاجين وكعاقين والا إلى هذا رفضك حكو الله إلى هذا هذا الكئي صاحب سن دماعي شواء ودمر قئي قلم ذاك صاحب سن فلم يرفض أن مرك عن تربق شلائما نئي أفلق هذا ولم يفسق أن معصي الله إيمانين معاصي فسوق أن لا إيمانين رجع والابتا كما ولدت أمه هو يدي سيدة شكرا كل أبنائي مركو دلنا يسودن بالأن ما أين سوى حافة سلامة والنظيفة وواحدا بأسارين أيو لابنائي إلا حقوق الناس إلا حقوق الناس وهذا من باب التقييد كدهنه نصوص نوية الماميسة نصوص نوية الماميسة ويحي حق الناس وين اتكتبت كيندو دد حقوقو عليسو رد المظالم بالا غربا لكن وحي الله يدي ان دخي ان لا دافايو ايا راجعه ولو كان كبائر به نقطه
خلاف بان هو شاكتاغن. حدثنا سعيد منصور عن أبي عوانة وضاح عن عبد الله الأشكري وأبي الأحوص سلام بن سليمان الحنفي حا. وحدثنا أبوكنا بشيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر بن كدام وسفيان الثوري وحدثنا المثنى قال حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعبة بن الحجاج كل هؤلاء عن منصور المعتمر بهذا الإسناد قد مريس عن منصور عن أبي حازم عن هريرة سمين وصمر وفي حديثهم جميعا حديث كذا ما وحا كجرة من حج رواية رمحية من أتى هذا البيت من حج قفك سوى حجية فلم يرفض أن أفلقادي أفحم الله إيمان ضمري هولودنا أن كتب وريقين ولم يفسق معصيا عن الله إيمان. طيب معصية هذي آخر الحج إيمان عضي أول كذب حد مده تورم ولم يفسق في الحج وهي. من حج هذا البيت ولم يفسق في أيام الحج والحج حج قديه سي معصيدة بعضي هضي أفضل لكتي ويحج كإلا أقبل بدي ديسو ما بلو هذا القصب بالوكور قصب حج ده معصيه يحق الناس يحارم أهل سوي فلم يرفض أن عن تربغ شلائما ولم يفسق معصيان لائما رجع كيوم كما ولد أمه روياد. وحدثنا انت اسكت خلافين روايتك كوشك امامك مره ما يستريو لان من حج من اتى هذا البيت رواه رايت من حج فلم يرفض ولم يفسق انت كسو كرديل لكن انت دم ولا ودا قام بوجد امام. وحدثنا سعيد منصور قال احدنا هشيم بشير السلمي عن سيار بن وردان عن ابي حازم سلمان الاشجعي عن ابي رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم مثله اسوق له أيو مركا أي وري نكا وردان أي سيارة سنو ورني حديث كور حديث لميدا حديث كان هوري المكان صوم العمرة العمرة وحاد لي شد الجمهور أهل العلم هو قبي عمرة إلا العلين كرو لقو عشان كرو سنة كلا بجر كبدا أما مر كبدا الحجيك العمرة يسن كرو مركا علم الله سد لي شد مالك أصحاب سمح إليه مايا دليل أمها حال عمرة وكل حجي حج كنا سنة هل مر بالحجية سدوك العمرضونا هل مر بسنة للرباه وحكبدا وكراه والعبادة لا تجامع الكراه شيء عبادة أنا هي كراه مكل مكرا بدليل حج كميقات بلغ حرم ذا عمرونا ميقات بلغ حرم نيا حج كضواف بولي عمرو ضواف بيلي ذاي حج كسعي بولي بين الصفا والمر وعمرنا والي ذاي حج كوالغ حلال وعمرو والغ حلال وبا مدي بها المر بعلى الرب وحكبضا هي فربا نوقتها من مالك يلي وبدليل نبي محمد عليه الصلاة والسلام بيدين وإذا كخير شعلا وأسورة قلي سينو عمره كوي عيشوذو أفر قرب عمره يستي سنة كي بها المر وأفر تقرب ذي القعداء هاي نبي قولي كمع العينين هدي عمره الوع العين كرو هي نبي قاكوع العين لها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لو كان خيرا هديتكم من خير تاي نبي قال لو سبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالكي وركض ورسالا معه ورسالا مع مالكيو هو شيء دواء أي شيء لكن جمهور العلماء قبان اللي شنكره وبه أقول وبه أقول لكن هذا لو بحنو هو شيء أنكسوها الله ee haddu kor idin soo sharxay umrada aan qabayn lagu ciishado maxay waynaad umraysato sanadkan oo gurigaada ku soo laabato oo waxa markaan hadana safar cusub aad curiso iyo tigid cusub iyo fiiso cusub iyo safar cusub intaad magay dhac farisato oo baa ifi tagti iyo soo noqodana jidda ku soo noqo tanciim hawlaha waan soo mar inay bidca tahay sida raajaha adillaana u keenay min salafi naqlan wa macnan iska ilaaliya شاوس لم يورك الوايدين كأنه تاسي إنه بنان تيباد مودا إلو أي صحتاي وعمره الله عرنها يو سفر مدح بنان قوري قاعد تقص والله باتو نيروي بها هذا أنا كنا قمر كالي سنة كسد حقوري الله بقر وقت كله فنكرت لكن علابتا جدئية تنعيمية علابتا سي علابتا أيضا سلم لها صحابية تابعة وحي كسونا وانو سوام الرأي هو يدن عايش وسمين جرتي waaqid damaanay kan noqotayna way naga soo sheegay sama garanaysa meel loo dambax diga dheera in habeen idan balansaday in aan sansaar uusan ku dhufto warkayna garanaysa baylad
والله سبحانه وتعالى على كيد وجهك عاد درسوا.